اعتقد انه ايران مهتمه بالاتفاقيه النوويه، هي كانت جدا مهتمه بالاتفاقيه النوويه ايام ما كان الروس ضاغطين كما قلت حضرتك. الان لم تعد ايران مهتمه، وضعت شرطا هي تعرف مسبقا من الصعب جدا ان لم يكن من المستحيل تحقيقه، وهو انه امريكا ترفع الحرس الثوري من منظمات الارهاب، يعني هذه لم تحدث سابقا. مع ذلك هناك من يناقش الان في امريكا امكانيه رفع الحرس الثوري من الارهاب، يعني تصور لهذه الدرجه وصلت الغفله في الولايات المتحده الامريكيه، انهم يظنون انهم اذا رفعوا الحرس ستنتهي جهود ايران وسترتاح ايران وتنهي جهودها في القنبله النوويه، وهذا تفكير يعني لعمري أسوأ حتى من تفكير تشامبرلين في ميونخ سنه 38. فبالتالي لا يوجد هناك اهتمام ايراني الحقيقي، اعتقد اذا كنت انا مصيب في طريقه تفكير او في قراءتي لطريقه التفكير الايرانيه، هم يصبون جل اهتمامهم الان على قضيتين، دعم روسيا حتى تغض الطرف عنهم، وبنفس الوقت استمرار جهودهم الدؤوبه للوصول الى القنبله النوويه. طبعا في سبيل ذلك هم يرسلون اشارات تحذير الى اسرائيل، اشارات تحذير لامريكا، اشارات ود الى الرياض، واللي اعتقد راح تتكلم عنها بعد قليل حضرتك. كل هذا يدخل ضمن القضيه هذه، متى سنصل الى لحظه الاعلان عن اول قنبله نوويه في الشرق الاوسط غير تابعه لاسرائيل.